الله جل وعلا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. الذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم اقتدوا بهم ساروا على نهجهم بإحسان، ما هم ينتسبون لهم ويقولون هذا مذهب الصحابة وهم ما يعرفونه، هؤلاء بغير إحسان، اتبعوهم بغير إحسان. الإحسان معناه الإتقان، والإتقان لا يكون إلا عن معرفة الشيء وفقهه، فما كل من انتسب إلى الصحابة وقال أنا على مذهب السلف يكون كذلك، حتى يكون محسناً يعني متقناً لهذا الاقتداء، وهذا لا يحصل إلا بالفقه، تعلم لا يحصل بمجرد الانتساب أو بمجرد الرغبة في الخير أو المحبة للخير، ما يكفي هذا، لا بد أن تعرف ما عليه الصحابة معرفة تامة ثم تتابعهم عليه، أما مجرد الانتساب من غير تحقيق فلا ينفع. والذين اتبعوهم بإحسان لم يغلوا ولم يتساهلوا في متابعة الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو الإحسان، بين الغلو وبين التساهل.